الاسم الاول عنه ما بنتحول في الاخبار في الرياضه بكل شي فنجميل بوجي. برعاية ديزول بلوس دكان لراحة الزبائن في محطة وقود ديزول صعبني. برعاية متنزه وقاعات الأفراح تل المرح. برعاية مقهى حكاية كفر قرع. برعاية بلدي أربح لك بطاقة الهدايا والامتيازات من محطة وقود ديزول صعب. هلأ جاي تصالح هلأ وعني تراضي لما صار الأمر معلق بدين القاضي. حكم القاضي قد تشغلنا الدنيا لكن يبقى القلب يذكركم وتبقى العين متلهفة لرؤيتكم. بالأمس هنأتكم ببلوغ شهر رمضان المبارك، وها أنا اليوم أبلغكم بحلول عيد الفطر السعيد. كل عام وانتم بألف خير، تابعونا بحلقة المعايد اليوم وليلة العيد. كل عام وانتم بألف خير، شكرا لكم. عبد مصاري من كفر قرع. لمين بتقول كل عام وانتم بخير بمناسبة العيد؟ بقول كل عام وانتم بخير لكل المسلمين وأهل بلدنا خاصة. طيب احنا بنقول لك كل عام وانتم بخير وشكرا لك. شكرا شين. شكرا. كل عام وانتم بخير، عارفين على حضرتك. ايه منال مصاروي. إيه لمين بتقولي كل عام وانتم بخير بتخصصي المعايد؟ إيه لكل اهل البلد وينعاد عليهم بالصحه والعافيه. وبتخصصيها لحدا ان خصصي معايد اهلي ولعائلتي ولصاحباتي ولكل. كل عام وانتم بخير، احنا بنشكرك. إيه انا شكرا. كل عام وانتم بخير، عارفين على حضرتك. مها مصاروي. مها لمين بتقولي كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الفطر السعيد؟ بقول لكل الاهل والعائله والاصحاب كل البلد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك، كل عام بخير. وانت بخير. نشكر بوجي على البرنامج الشيق والممتاز اللي قدموني اياه طوال شهر رمضان المبارك، وكل عام وانت بألف خير. شكرا لك، كل عام وانت بخير. لكل الطاقم ان شاء الله. كل عام وانت بخير، عرفنا على حضرتك. يوسف كبهة ابو ريبال من خور سكر. حكي لنا عمين بتعايد بمناسبه عيد الفطر السعيد. ارشي كل عام وانتم بخير لكم لكل الامه الاسلاميه والعربيه لكل اخواننا هون في كفر قرع والمحيط. بتمنى لهم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير. شكرا لك، كل عام وانت بخير. وانت بخير، اهلا وسهلا فيك. انت بخير، عرفنا على حضرتك. وانت بخير. المهندس سامي ابو فني. احكي لنا عمين بتعايد بمناسبه عيد الفطر السعيد. بعايد طبعا على كل الامه الاسلاميه وبالاخص اهل كفر قرع الطيبين، ان شاء الله كل سنه وهم سالمين. طب لمين بتخصصها اكثر شيء؟ خاصه معايده خاصه بمناسبه العيد. الا الاهل، الا الزوج، الا الاولاد. طيب احنا بنشكرك، كل عام وانت بألف خير. شكرا. كل عام وانت بخير، عارفين على حضرتك. وانت بخير. ياسمين مراسكا. قولي لنا عمين بتعيد بمناسبه عيد الفطر السعيد. كل المسلمين. لمين بتخصصيها اكثر شيء؟ لمين؟ طيب احنا بنشكرك، كل عام وانت بخير. وانت بخير. خير، عرفنا على حضرتك. وانت بألف خير. عادل عفاني من كفر قرع. بحيي اهل بلدي والامه الاسلاميه كلياتها بالعيد، وكل عام وانت بألف خير. شو كلنا اخرى هيك شيء، لمين بالذات خصيصا بتخصص المعايدة بمناسبة العيد؟ لامي، لاختي، لمرتي، لبناتي، لكل الناس اللي بحبهم بحبوني. طيب احنا بنشكرك، كل عام وانتم بألف خير. عندما تحل المناسبات تتدفق من القلب اصدق العبارات واعذب الكلمات، يتبادلها الاحباب والاصحاب كتجديد المحبة واحياء المودة. وها انا بمناسبة حلول العيد المبارك ومن قلب محب ادعو لكم فاقول: اسال الله ان يبلغكم العيد ويكتب لكم فيه الاجر والثواب ويعتقكم من النار انتم ومن تحبون. ومن روائع المحبة في الله أنه مهما أشغلتك الحياة عن صاحبك فإنك لا تحمل هما لأنه حتما سيعذرك. وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا. كل عام بخير، عارفين على حضرتك. نظمية محمد أبو فني. قولي لنا لمين بتقولي كل عام بخير بمناسبة العيد؟ جميع المسلمين، وإن شاء الله بنعاد علينا وعليهم وإحنا هاديين البال. يا الله إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، شكرا لك. تسلمي تسلمي. شو اسمه؟ لجميع البلد بكفر قرع. طيب كل عام وأنتم بخير، شكرا لك. عفوا. إحنا بنعيد على كل أمة محمد
واهل بلدنا بالذات. ولمين بتخصصيها اكثر شيء هيك؟ اولادي ولاهل بلدي. شكرا لك، كل عام تبقى الف خير. كل عام بخير للأمة الإسلامية، بهنيها بالعيد الفطر السعيد، وكل عام وهم بألف خير، وإن شاء الله بنعاد علينا رمضان السنة الجاي بالخير والسلام يا رب. إن شاء الله كل عام تبقى الف خير. شكرا لك. خير. وهور يا أبو الهوارة يا دين أبويا الهوارة، هور يا أبو الهوارة يا دين أبويا الهوارة، لما نشدوا على الراحيل وحطوا بقلبي نارة، لما نشدوا على الراحيل وحطوا بقلبي نارة. والهور يا أبو الهوارة يا دين أبويا الهوارة، لما نشدوا على الراحيل وحطوا بقلبي نارة، لما نشدوا على الراحيل وحطوا بقلبي نارة. الحلو اللي قامت بكير ووقفت على مرايتها، الحلو اللي قامت بكير ووقفت على مرايتها، سوي لشعرك وفير بعينة تهندس كحلتها، سوي لشعرك وفير بعينة تهندس كحلتها، سوت قهوي مرة كتير وغليتها وهيالتها، قعدت عابل كون كبير وحتى تشرب. لست أول المهنئين، لكنني أرقهم كلمة وأصدقهم مشاعر وألطفهم عبارة. أنتقي أحرفي بكل إتقان، ليس لأنني مبدعة الكلمة، بل لأنني أوجهها لكم طربا لقدومها إليكم. وهنئكم بمناسبة عيد الفطر السعيد، وبقولكم أنه إحنا اليوم نختتم شهر رمضان المبارك، وكل عام وانتم بألف خير، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. كل عام وانتم بخير، عرفنا على حضرتك. وانتم بخير مصطفى عبادي، وكل عام لكل الإسلام في الدول العربية وبفلسطين. كنا لمين بتعايد خاصة؟ لمين بتخصص معايدتك؟ أقرب الناس علي طبعا زوجتي والأقرباء. طيب إحنا بنقول لك كل عام وانتم بألف خير. وانت بخير. شكرا. كل كفر قرع كل الأمة الإسلامية، وكل عام بخير. ولمين بتخصصيها هيك حدا قريب عليك؟ أخوي حسن اللي بكندا. طيب إحنا بنقول لك كل عام وانت بألف خير. شكرا لك. شكرا. كل عام وانت بخير، عرفنا على حضرتك. كل عام وانت بخير، اسمي تيسير عبادي. احكي لنا عمين بتعايد وشو بتقول بمناسبة عيد الفطر السعيد؟ أول شيء بتمنى إنه يعم السلام على جميع الأمة الإسلامية، وكل عام لجميع الناس، وإن شاء الله نكون كلهم بخير وسلام. طبعا بعيد على الأهل وعلى القارب وعلى الأصحاب والأصدقاء وجميع أفراد العائلة. شكرا لك. كل عام وانت بخير. راضي لما صار الأمر معلق بيدين القاضي، حكم القاضي. كل عام وانتم بخير، والدنيا كلها تظلها بخير، واهل كفر قرع والمنطقه وادي عاره وكل المتابعين وزوار بوجه، كل عام وانتم بخير. معنا الحجه، نتعرف عليك. الحجه بهيه ام نضال. احنا من بوجه بنقولك كل عام وانت بخير يا حجه يا ام نضال، وبدنا تعايدي على اللي بتحبيهم. وانتم بالف خير ان شاء الله، وبنعاد علينا وعلى جميع المسلمين وعليكم بالبركه وباليمن، وبنطلب السلام ان شاء الله للجميع. امين. وكل عام وانتم بخير اخرى مره، وبحب عايد عليكم اول اشي جيران واخوي وللحبايب كلهم الموجودين ولاولادي ولاحبابي، وبطلب الرحمه لامواتنا. امين. وهذا اللي بقدر عليه، شو اخرى بدي اقول؟ واليوم انا مش مثل اول يا عبد الرؤوف. الله يسعدك وتظلي هيك ذخر لنا، وصحتك تظلها باحسن حال. حبيب الله يرضى عليكم ان شاء الله ويوفقكم، وبيجي العيد ان شاء الله وكلنا سالمين وبالف هنا وبالف خير ان شاء الله. امين يا رب. سلم على عيالك وسلموا على حبايبكم، وكل عام وحبايبكم بخير. عرفنا على حضرتك. بالف خير. امير مجادلي من باكا. حكي لنا هيك شو بتقول عمين بتعايد، وشو كيف بتعايد على كل الناس بمناسبة العيد الفطر السعيد؟ طبعا كل الناس كل عام كل سنة ويسالمي، بنعايد عليها بالخير والبركة. طيب عمين بتعايد خاصة، لمين بتخصص معايدتك؟ طبعا لمرتي وولادتي. شكرا لك، كل عام وانت بالف خير. خير، اهلا وسهلا. صبحي كل عام وانت بالف خير. عمين بتعايد وشو بتقول بمناسبه عيد الفطر السعيد؟ احنا ان شاء الله بنعايد على كل المسلمين بكل الاماكن،
وبنتأمل إنه هذا العيد يعود علينا إن شاء الله والبلاد كلها بسلام وبهدوء والناس كلهم بأوضاع حسنة وجيدة والأوضاع الاقتصادية أحسن من اليوم إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. شكرا لإلك. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير. صباح الخير يا زحالكة. كل عام وانتم بألف خير. احكي لنا عمين بتعايد عبر الكاميرا بوكجة. كل عام وانتم بألف خير. كل عام وأهل البلد جميعا بخير والمسلمين جميعا في كل بقاع الأرض بألف خير وسلامة، وإن شاء الله بنعاد على الجميع والجميع بصحة وبعافية وأمورنا كلها تمام إن شاء الله وأخبارنا كلها سعيدة ونسمع دائما أخبار طيبة عن بلدنا وعن جميع المسلمين إن شاء الله. نتمنى للجميع أن ربنا يتقبل منا الطاعات والصيام والصلاة وأن يعيدوا على الجميع جميع بألف خير إن شاء الله وكل عام وانتم بخير. شكرا لك كل عام وانتم بألف خير. وانتم بألف خير إن شاء الله. بمناسبة عيد الفطر السعيد بقدم أجمل تهاني وأسمى تبريكات لجميع الأمة الإسلامية أينما كانوا، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. لمين بدك تعايد؟ لكل الضفة وفلسطين وكل حبايبنا. تحية. كل عام بخير. وانت بخير. أهلا وسهلا. باشا السلام عليكم. كل عام بخير. بخير. أهلين. عايد عليك. أهلين. بوجه بتعايد عليك. أهلاً أهلين. كل عام بخير. عايد على اللي مشاهدين إن شاء الله. تفضل. بعيد على كل الأمة العربية وبقولهم كل عام وانتم بخير بالعيد. تحية عطرة من بوكجي لسوبر ماركت أبو راشد وكل عام بخير. وانت بخير. أهلين فيكم. كل عام وانتم بخير وعيد سعيد. لمين بتخصصها أكثر إشي؟ لمين بتعايد؟ للعيلة والقرايب. طيب كل عام وانتم بخير. عليكم جميع جميع أم المسلمين الإسلامية واليوم المباركات وكلهم كل عام وانتم بخير. شكرا لك. كل عام عفوا. شكرا لأمي ولأبوي لأخوتي لكل العائلة. كل عام وانتم بخير. شكرا لك. شكرا لكم. كل عام وانتم بخير. عرفنا على حضرتك. وانت بخير. جميل بدوية كفر قرع. عمين بتعايد وكيف بتعايد على كل الناس بمناسبة عيد الفطر السعيد؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين، طلعنا من رمضان بركة رمضان بكت عظيمة جدا، ومن بركة رمضان هسه احنا على عيد الفطر السعيد الحمد لله رب العالمين. يعني فرحة كبيرة جدا، يعني شايفين الناس هنا سيارات الناس كلها بتطلع بتعيد على بعض. طلعنا من المساجد الحمد لله برضو سلمنا على بعض كلياتنا وكل عام بخير. لمين بتقول كل عام بخير؟ بتخصص هاي المعايدة؟ طبعا أول معايدة لأمي حبيبي. أمي بحبها كثير وأكبر عيدية لها كل عام بخير لأمي بالأول، بعدين لكل كفر قرع ولا طبعا المسلمين عامة. شكرا لك. كل عام وانت بألف خير. شكرا للمصري صاحب محمص الكرم. احكي لنا لمين بتقول كل عام وانت بخير؟ بقول لجميع الأمة الإسلامية عامة ولأهل كفر قرع خاصة والجوار، وبتمنى لهم عيد سعيد إن شاء الله للجميع، وإن شاء الله إنه بكون عيد سعيد مش بس لبيوت معينة ولناس معينين، لكل الأمة الإسلامية عامة بإذن الله تعالى. مساء الخير. احنا اليوم في الحلقة الأخيرة من برنامج بكجيات رمضان، واليوم قاعدين مننهي برنامجنا، برنامج بكجيات رمضان اللي رافقكم على مدار شهر رمضان ليتابع أخباركم ويكون معاكم. أنا بشهر رمضان تعلمت أشياء كتير وحسيت بأشياء كتير. من بعد ما نزلت على الشارع على المحلات التجارية وقربت على الناس حبيتهم أكثر، شفت بينهم محبة، شفت بينهم الخير، بتعاملهم مع بعض بحبوا بعض عن جد، وقرب لربنا وقرب للدين. هاد كله شفناه بشهر رمضان، شفنا الأجواء الحلوة، شفنا السعادة، براءة الأطفال، ضحكة الأطفال، قربوا على بعض وكان إشي كثير حلو، إشي أثر فيه كثير أنا ما شفتوش قبل. من بعد ما جربت هذا البرنامج وبلشت بهذا البرنامج حسيت بأشياء كثير مختلفة موجودة برمضان. هاي الأشياء إحنا بنعملها وإحنا بنخليها موجودة، بتمنى أنه نخليها موجودة لبعد رمضان. إحنا اللي بنعمل الجو وبنعمل السعادة وبنخلق الحب بين بعض. وبدأ أقول لكم إشي، إن وين ما كنا من أي بلد إحنا مسلمين وعرب لازم نحب بعض ولازم قلوبنا تكون على بعض. واللي خلانا ننجح أكثر ونجح برنامجنا أكثر وخلاكم تحبوه هو كيف تعاملنا مع بعض إحنا، كيف المساعدة بيننا، فريق العمل اللي كان موجود،
اللي شجعني وخلاني أكمل للآخر، وأنا مبسوطة وحابة اللي بعمله. أنا بحب أقولكم إنه شهر رمضان انتهى، إحنا عنا بكرة عيد الفطر السعيد. كل عام وانتم بألف خير، وينعاد عليكم ألف صحة وعافية. شكرا لكم، أنا حبيت هذا البرنامج وحبيت كل الناس. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير.